فبالتبعية هذا التناقض الواضح اللي ظهر من كلامهم سواء على مستوى ان النواب اللي بينتموا الى اليسار واللي اثاروا هذا الموضوع. وخلينا هنا ناكد على شان مهم للغايه، وهو ان الشراكه المصريه الاوروبيه بتعني ان الطرفين متساويين. يعني مهما كانت ابعاد هذه الشراكه والتعاون اللي بين الدوله المصريه وبين اوروبا وبين الدول المختلفه، ياتي في اطار من التساوي، وليس هناك اطار يخلي هذا البرلمان او يسمح لاي كيان من الكيانات اللي بتنتمي الى هذه الدول انها يبقى في املاءات على الدوله المصريه ويبقى في طلبات بهذا الشكل وتدخل سافر في سلطات الدوله المصريه.